النهارده ان شاء الله زيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل ان شاء الله الرز بالجمبري. ان شاء الله الاكله دي تعجبكم، ان شاء الله نشوف هننفذه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله أنا هعمل لكم طريقة الرز بالجمبري. الأكلة دي يا جماعة اسكندراني وسواحلي، فهي إيه؟ الرز بالجمبري بيبقى طعمه جميل جدا ومختلف جدا. مقاديرنا هي عبارة عن كوباية رز مصري مغسولة ومنقوعة، معلقة زبدة، معلقة زيت، معلقة صلصة، مجموعة بهارات اللي هي ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، كاري، بصلاية، فص ثوم، وده جمبري متقشر، وكوباية شوربة جمبري. طبعا شوربة جمبري هيبقى ازاي؟ ده القشر اللي انا قلت لكم، القشر اللي انا قشرته من على الجمبري ده، انا اديته كام غلوة لحد ما ايه نزل طعمه كده اهوت هنا، وايه وصفيته. يبقى ايه ده؟ قشر الجمبري اللي انا ده واتعملته سلقته وعملت منه ايه شوربه ايه الجمبري ديت. تمام، ان شاء الله نشوف ايه هنعمل. يا جماعه اهوت هنبدا. اول حاجه نحط الزبده اهي، المقادير ديت على كوبايه كبيره او ربع كيلو رز مصري، ومعلقه زيت. بسم الله، اهي نستنى بس شويه ايه اول ما تسخن معايا. اهي دي كده معلقه زبده ومعلقه زيت. بجيب بصلايه صغيره اهي اهي، هو كان المفروض استنى شويه ان هو ما يسخن بس مش مشكله، وفص الثوم. احنا ايه مش هنحمرهم، احنا بس ايه هندبلهم شويه مع بعض. اهي اجي يا جماعه، البصله ايه دبلت اهيت معايا اهي، هي وفص الثوم اهي. هنبدا ايه نجيب البهارات، كمون، البابريكا، والملح، والكاري، وفلفل اسود، وبنديهم ايه تقليبه كده اهو. كل البهارات اهي حطها بعدها مش فاهمه يعني مش عارف اهو، وهبدا ايه اهو اهي احس ان هي ريحه البهارات كلها اهي طلعت، خدت لها تحميصه كده اهو بسيطه مع البصله. هبدا اضيف ايه الجمبري. بسم الله، الجمبري ده ايه هو ايه متقشر. بسم الله، وحد اي افضل ايه اشوحه كده اهو. بسم الله، لحد اما احس ان الجمبري بدا ايه ياخد اللون بتاع السوا بتاعه اهو. ريحه فعلا جميله جدا، ريحه البهارات بدات تطلع اهي، ريحه الجمبري اهي بدات تطلع. احنا طبعا بنحط معلقه الزبده ديت عشان تدي طعم حلو للرز، وممكن نعمله كله بالزيت، ممكن نعمله كله برده بالزبده، بس معلقه الزبده بتدي له طعم حلو، والزيت بيخليه يبقى مفرفر كده مفلفل يعني، بيبقى ايه مفلفل ولمعه ايه بيدي لمعه ايه حلوه للرز. تمام، اجي بصوا اجي الجمبري اهو بدا يعمل ايه معايا اهو، هو ياخد اللون بتاع السوا. احنا عارفين ان الجمبري اقصى حاجه بياخدها في السوا 6 دقايق واكتر من كده، لو انا ضغطت عليه في السوا بيجمد كده ومش بيبقى حلو، لكن هو اصلا ما بياخدش سوا لانه ياخد اكتر حاجه 6 دقايق تسويه على النار. تمام اهي، وبعدين اجيب معلقه الصلصه اهي ونحطها. بسم الله، انا ليه بدي الصلصه ايه تشويحه برده، الصلصه اللي هي الجاهزه دي لما انا بحطها بس بتاخد بس على النار كده سنه، بيجي انها طعم المواد الحافظه وطعم الصلصه بتديني طعم احسن. فانا كده اهوت اهي الصلصه بقت لها ايه تشويحه كده، وبعدين هضيف بقى ايه الرز.
ربع كيلو رز مصري. بسم الله. ايه كده الرز اهو. اهو يا جماعه هنبدا ايه نشوحه. يتشرب ايه المقادير كلها دي تتشرب مع بعض. هي ادي يا جماعه اهو الرز اهو سخن كله مع بعضه وشرب كل المقادير شربت من بعضيها. بجيب بقى كوباية اللي هي ايه مقدار الرز اللي هو شوربة الجمبري دي يا جماعة. شوربة الجمبري دي سخنة تمام، يعني لو هضيفوا اي المرقة والحاجات ديت لازم تكون هضيفها تبقى سخنة اهي. اهو واول ما بيغلي بوطي ايه بقى عليه وبعمل بقى ايه معاملة اي ايه رز ايه عادي. اهم حاجة لازم ان انا وانا بعمل الرز اتأكد ان ما عنديش اي رز طالع في الجناب، اتأكد ان جناب الرز بتاعش كله الحلة كلها نظيفة اهي وبس اهي. عشان طبعا ايه الشوربة انا عندي اصلا سخنة اللي انا حطيتها. هو ايه دلوقتي هيغلي ايه ان شاء الله بسرعة. اهو بدأ يغلي اول ما ياخد غلوتين اتنين هغطيه واغطي عليه واحط الشوايه واسيبه ايه يشرب بقى. عامله ايه معامله الرز العادي اهي شايفين. اهو بدا يغلي اهو معايا. لازم يغلي غلوتين مش اول ما يغلي كده اروح موطيه، لا لازم احس ان الرز غلي الميه غليت غلوتين اهي. اهي بتغلي اهي تمام. هروح بقى ايه مغطيه الرز ومغطيه العين واحط الشوايه. ادي يا جماعه الرز بالجمبري بعد ما خلص وقدمناه. بيتقدم طبعا حلو جدا جنب الاسماك وجميل جدا في العزومات في اي حاجه، حاجه جميله جدا وطعمه جميل جدا. ولعلمك هو سهل. إن كانت عجبتكم وصفتي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. بالهنا والشفاء وصحة وعافية على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.